تافه شيء احذروا اليوم مين رح نشوف بحبة بركة. حلقتنا اليوم مع حج كتير حلو اسمه أبو منير، وهو من بلدة الكويكات، وكمان ابنه خلق هناك وبيترشق بالإنجليزي. يما احنا بنحكي إنجليزي. لكن مرحبا. كيفك يا حلوة؟ شو اسمك؟ حياة. حياة، عم تلعبي مركزة باللعبة. شو رأيك؟ جاي على بالك تغني لنا هيك شغنية؟ أنا كثير بحب أغني، كل الوقت بغني مع إنه صوتي مش كثير حلو يعني. فيك تغني لي هيك شغنية حياة؟ بتحبي تغني؟ طيب. يلا غني. موطني موطني يا عيني. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك، هل أراك سالما ونعما مكرما، سالما ونعما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ سمك، تبلغ سمك موطني. الله يا عيني يا عيني، تعال زقف لها زقفة كبيرة. الله شو حلو. طب اسمعي، أنا عم بفتش على بيت الحاج أبو منير، ضايع كالعادة. فيك تدليني عليه أوصل بسرعة؟ طيب. ماشي؟ أوكي. يلا يا فتاة المخيم. هيا بنا. دليني وين؟ خديني معك. تعالوا معنا. خلص، لك أنا عرفت، أنا هذا بيته لأبو منير، الحاج أبو منير. طب أعطيني خمسة. بعتي بوسة للكاميرا. باي. شوفك حياة. السلام عليكم. How are you؟ الحاج أبو منير. كيفك؟ بدنا نفوت نزعجك شوي، معلش سامحنا. تعال يا محمد. How are you حاجنا؟ هات بوسة. You are good؟ I like you. I like you too. I love you. No love. No love. No love. No love. Like. Only like. Love لواحد يتزوج. Love للزواج. Like. صداقة. Like صداقة. طب you are good. You are okay. Yes yes. Yes yes. I'm ready. طب شو you ready to stand here or go inside? Go outside. يلا let's go. يا عيني عحجنا محلاه، يا عيني حبة بركتنا هاد. يلا وين بدك نقعد يا حاج؟ بدك تقعد هون، انا بدي اقعد حدك. يلا على هذا التخت. يلا نجلس يا حاج. شو هذا الانجليزي تبعك؟ والله ولا ممثلين هوليوود يا زلمه، ولا ممثلين هوليوود بتحكي انجليزي، ما شاء الله عليك. معقوله؟ خلينا نشيل هاي الشنطه تبعي. يلا خبرني شو كنت عم تحكي لي عن الاستاذ، ايش اسمه؟ حليم شحادي. حليم شحادي. حليم شحادي ابو عصام. هو اللي درس في المدرسه. كان مدير المدرسه. كان علم كريم. في واحد من كريم اسمه جزيف، كذا اربع معلمين كانوا فيه. وهن درسوه. طبعًا. هناك طبعا. يا الله، شو بتتذكر هناك اكثر شيء بالمدرسه؟ يعني العاب كنتوا تلعبوها؟ يعني رفقاتك؟ لا ما في العاب، كان ما كان في العاب، بس دراسه ولا دراسه. بس دراسه. شو كان بدك تصير بس تكبر حاج؟ انا؟ ايه. يسمني الضحكه. فلاح. شو بدك تصير يعني؟ فلاح. طبعا، لانه بلدنا زراعيه. وبلد فلح ما فيهاش يعني. لانه زراعه. لانه بدكم فلاحين. بيات فلاحين كلها، اشجار وقطع البيع. زراعة فيها، زراعة وفيها مواشي وفيها كذا. شو الزراعة اللي كانت موجودة بال قمح و وذرة وشعير وسمسم؟ وانت كنت تخلص مدرسة وتزرع؟ طبعا. سمسم. يعني دوامك لأي ساعة كان يكون؟ على الأربعة. على الأربعة وتروح بعدين على الأرض. تفلح الأرض وتزرع لليل. في عطلة كانت.
بس هو في عطلة. ما كنت هيك هيك مغروم بشي بنوت صغيرة لا مثلا؟ لا تكتب لها شعر؟ لا تبعت لها قصيدة؟ نو؟ لا واي؟ واي واي؟ تل مي نو لاف؟ اي ام فور مان. يور فور مان؟ نو يور نوت فور مان. اوه ماي جاد بتحكي زي والله زي تبع هوليوود صح محمد؟ اه؟ طيب اسمع يا حاج بدي منك بس هيك تتذكر لي شو غنية كنتوا تغنوها هناك. جفري هالربع كانوا يقولوها. كيف كانوا يقولوها؟ غني لي اياها. واحد قول لي الكلمات بس هيك. واحد هيك تجوز وحده ايه وتركته ايه عمل له غناي قال له جفري هالربع صار يغني لها. تركته ليش تركته هي؟ لانه مش خارج يعني كان لقت واحد غير شاب غير ومعامل غير فقير كان فقير فقير رح تحبط واحد غني مش غني لكن بس يعني كان شكله أشقر عيونه زرو وعنده ملك غير هذاك هذاك مثل طير وراحت أخذت ايه يا ويلي سامعين عيني ايه والله وعمل لها غنية هاي اللي قلت لي عنها جفرة يا ايش يا هالربع يا هالربع ايه. طب حج يعني عندي سؤال هسا إذا أنت بتلاقي حالك هناك شو بتعمل؟ شو بتعمل على الجبال عمر هذا عمره 90 سنة عمري شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ شو nothing احكي لي nothing nothing you don't feel happy happy pray بس only don't you pray هناك don't you feel happy of course كنت أروح العكة دائما كل يوم الجمعة العكة سبعة كيلومتر العكة بعيد عنا كل يوم الجمعة نروح نصلي فيها بجامع الزهر تروح بتصلي بعكة جامع الزهر ايه اف كل نهار جمعة كل نهار جمعة ايه طب انا سمعت انك انت يعني قديش كان عمرك لما تجوزت حج؟ شي 18 انت تزوجت هناك؟ ايه والله؟ عندي ولد كان حبيت على مرتك ولا كيف تزوجت؟ 16 12 47 ابني عمره شو؟ 16 12 47 خلق 16 12 47 ايه 47 ايه 16 12 47 الله اكبر ايه شو بتحكي جد؟ يعني كان عمره سنة لما طلعتوا من الولد ايه شو بقول لك هاي بنت ولد معي طبعا خليني اعرف الحكاية من الأول انت جوزت مرتك أخذت عن حب ولا نو لاف ولا عن حب قريب عن جد؟ في قريب كمان في قريب كنت تحبها يعني في مقرب ايه بس ما كنت تنطرها هيك لما تمرق مثلا من الشارع تشوفها كنا نروح نزور زيارة لعندي للبيت شو كنت تحس لما تشوفها؟ هذا سؤال الدنيا كلها الدنيا كلها؟ الدنيا كلها ايه كيف يعني؟ بحبها كثير يا الله شو حلو شو حبيت فيها أكثر شيء؟ أخلاقها أخلاقها كانت عالية كثير يعني المدة اللي عندنا فيها وياها ما زعلنا ولا يوم أبدا ولا يوم ولا يوم حلو محمد بدك تسأله إشي للحاج؟ شو كان يشتغل فلسطين؟ صح ما سألناك شفت؟ شو كنت تشتغل بفلسطين يا حاج؟ احكيني إلي هون عشان صوتك والميكرو كان عندنا احنا الأرض نفلحها نزرع فيها كان يفلح هو كان عندنا فرن كمان فرن ايه فرن؟ نهضر الناس تخبز يعني من القمح من الأرض تحسوه طبعا نطحنوا نطحنوا ويعجنوا الناس ويجيبوا على الفرن نخبز المياه في الخبز خاصين وعايدهم يعني عايد طب تتذكر يوم عرسك؟ ايه طبعا شو عملوا لك بالعرس؟ ولو ركبونا على الفرس وبرمونا وزقفونا ايه شو لك اللي وهي شو لبسوها للعروس؟ لبسوها فستان ابيض فستان ابيض ايه وعملتوا حنة؟ ايه طبعا والله ودارت الاغاني كم ليلة عملوا لك العرس؟ ثلاث ايام ايه كانوا اسبوع عملوا بس نحن طلبنا ثلاثة انتوا طلبتوا كان المدة في مشاكل ناس بعد عنك ميتين ما حبينا نكثرها عشان الاحترام لل احترام لهم طبعا حلو كانت لما تواصل علم بعض البعض يعني بيت واحد عائل واحد مثلا انسانيه يحب بعض البعض يعني اللي عنده غنمات يودي حليب لجاره اللي عنده مثلا قمح بده يزريه تجي البلد كلها تساعده اللي بصبطون لبيته يساعدوه كمان بالترابة بالبحث وكذا كان في يعني همة منيحة للناس احنا حضرنا لك مفاجأة معانا هون بهاي الشنطة العجيبة تبعي حش رح ناخذك مشوار على ضيعتك الحلوة كويكات عملنا لك مفاجأة نحن بهالبرنامج حب البركة
هاي فيديو إلك. تفضلي. هاي بلد. بعيدة عن البلد شوي. هذا. مرحبا حجة أبو منير محمد الحسن، أنا إسا بالكويكات كنت أعمل لفة مع بنت الكويكات اللي هي من عائلة نصرة، شرحت لنا شوي عن البلد كيف صارت حاليا. أنا جنب المدرسة القديمة للكويكات، يمكن بشي مرحلة وأنت طفل أجيت هون لعبت هون، إلك ذكريات بهالبلد بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى رح ترجع ورح يرجع أحفادك وأحفاد أحفادك، رح ترجعوا تعمروا البلد من جديد وتعلموهن بهاي المدرسة من جديد وتعودوا بإذن الله تعالى. هاي الكويكات. هون البلد، هون بركة سباحة اللي هي أقيمت بجانب المدرسة القديمة، بعلموا فيها سباحة. هاي المبنى القديم للمدرسة. حاج أبو منير محمد حسن، إحنا إسا انتهت جولتنا بالكويكات، انتهت بالمكبرة واللي هي أكبر شاهد على كون البلد بهاي المنطقة، أكبر شاهد إنه هون في بقاء فلسطيني، هون كان فلسطيني وهون رح يرجع فلسطيني بإذن الله تعالى. رح ترجعوا رح تعمروا هالبلاد، رح ترمموا هالقبور، ومثل ما بقي الأموات يشهدوا على بقاء الإنسان رح يرجع الإنسان لهون بإذن الله تعالى. وانتهت جولتنا معاكم، وبكل محبة بنتكم تدعي لكم إنه إن شاء الله إن شاء الله رح ترجعوا لهون، ورح ترجعوا لهون أنتوا أحفادكم، أنتوا كل شخص تهجر من هالبلاد رح ترجعوا لتبنوها من جديد إن شاء الله. أنا شايفة هون شهادة تسجيل ابنه منير للحج أبو منير. منير خلق بفلسطين؟ اي نعم. بالكويكات؟ اي نعم. هيك كانت قبل شهادة الميلاد؟ ايه تبعنا. بعده الحج محافظ عليها زي ما هي، نحلاها يا حج. طبعا ذكريات. ذكريات. ميموريز. يس؟ يس؟ يس. اوكي حاج، نحن بنشكرك كثير. وي لاف يو سو ماتش، قصدي وي لايك يو سو ماتش. ثانك يو. لونج ليف بالستاين. لونج ليف بالستاين. يس بليز. يس بليز. بدك شيء يا حاج؟ نحن كثير انبسطنا تعرفنا عليك. ضيف شيء. بدنا سلامتك يا حاج. لا والله نحن لازم نمشي. بعد عندنا رحله كل يوم هيك يعني. كلك ذوق يا حاج. شكرا كثير لك. خلي لنا اياك. ويلكم. Welcome, welcome, Haj. Thank you. We like you so much, Haj. بنشوفك بخير. رضاك علينا. باي باي. مع السلامة. هاي بوسة بركة منك. مع السلامة. شكرا يا حاج. خلصنا. شكرا حاج. خلصنا لليوم مشوارنا لحبة البركة اللي بتجنن الحاج أبو منير. وللحقيقة كثير كان مشوار حلو، تعرفنا على حج كثير حلو. أنا بدي أشكركم، أشكر متابعتكم لإلنا، ببعت حب كبير من المخيم لكل فلسطين ولكل الكرة الأرضية. تحيا بلادنا.